تبارك الله عليك، الله يعطيك الصحة، الله يعطيك الصحة. مجموعة قابات، الله يسخر، الله يجيب التيسير، نقدم هشام. تبارك الله عليكم، تشكركم على الحضور وعلى المشاركة، الله يسخر، الله يجيب التيسير، تبارك الله عليكم مرة أخرى. واحد واحد الملعب الرقم واحد. أحمد مسامة مسامة حفيد سميعة، الله يسخر. مارقو قاسم ويليه محمد سرويت. تبارك الله عليك، القدم محمد سرويت، مجموعة العزوزيين سيد كامل. تبارك الله عليكم، الله يسخر. العز 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 المقدم المسعي محمد ديال الالتازي اللي تقدم بشراكه مع جمعيه المدني المهرجان الثالث لتبوريده. هذا المهرجان اللي الحمد لله عطاو كان في يعني في حله مزيانه، كانت عدد ديال المشاركين ديال الصربات على ما في ما يفوق 57 صربه، يعني واحد 900 تعاود اللي وصلت فرس. عدد ديال الزوار يعني اليوم البارح تقريبا واحد 50,000، واليوم راه تنشوفوا يمكن توصل واحد 70 ولا 80,000 ديال الزوار. هذا من دل على شيء لا يدل على التنظيم، يعني التنظيم كان تنظيم محكم. تنشكروا يعني اللجنه المنظمه، تنشكروا رجال الدرك الملكي، تنشكروا قوات المساعده، الهلال الاحمر، الاعوان ديال السلطه، كل من ساهم في هذا التنظيم هذا ديال المهرجان اللي الحمد لله يعني غادي يبقى واحد الصوره ايجابيه. والموقع الجغرافي ديال جامعه سيدي الالتازي تيخلي عدد ديال الزوار يكون عدد كبير، لان موقع مهم جا وسط واحد العدد كبير ديال الجامعات، وجا هو يعني في القلب ديال الاقليم ديال القنيطره اللي تنعرفوا يعني كاين الطريق الوطنيه، كاين جماعات اللي مجاوره من سيدي قاسم من اقليم ديال القنيطره، هما اللي كان عدد كبير ديال الزوار. وتنشكركم على التغطيه الاعلاميه ديالكم، تنشكروا كامل الناس اللي شاركوا اللي انضموا معنا، ونتمنوا ان شاء الله يعني الموسم الجاي ان شاء الله يكون مهرجان اكبر من هذا، ويكونوا فيه منصات ديال الفلاحه، ممكن يديروا معرض ديال الفلاحه تبارك الله عليك، يعطي واحد الصوره ايجابيه للجماعه ديال سيدي عباس. وشكرا. الله يجيب هذو العلجه الملعب جوج. اسم قلي منصور سعادي لاختي في الاستماع، ولدك سليمان ها هو عندنا وانا كان سعادي لاختي في الاستماع المناصره، كنوجهوا الشكر ولدك ها هو عندنا سعادي لاختي كتسمعي لسيدي علا التازي اللي كانت النسخه الثالثه. وكنشكروا السلطه الاقليميه والسلطه المحليه والناس ديال الدرك الملكي والوقايه المدنيه. يعني اليوم حنا فرحانين بهاد النسخة الثالثة وني نشطة سيدي علا التازي، واحد النشاط كبير. يعني حنا كنا توقفنا كان تبارك الله عليك، القدم البدوي العلجة جماعة المقرن. تبارك الله عليكم، الله يعطيكم الصحة، الله يسخر، الله يجيب التيسير، نقدم البدوي. وأول حاجة واحد واحد عاوني نشكر الجمهور، انطلاق الآن وناشط وفرحان، الملعب واحد سعيد الجمعاوي، نتمناو إن شاء الله يسخر تخرج أمور سلام. والشكر كنوجهه لكم انتم اكثر على التغطيه. واحد واحد وشكرا. السجداني يوسف سيد كامل بمدينه سيدي علا التازي، مهرجان تبوريده الثالث. الحمد لله اللي كتحضروا جماهير غفيره، وحنا الهدف من هذا المهرجان تنظيم هذا المهرجان هو التعريف الثقافي ما كاين باس في المنطقه كتصور بتربيه الخيول. طاقه زوينه وهذيك منوبه ما كاين باس. الله يسخر، الله يجيب التيسير. المهرجان اللي كنركزوا عليه دابا هو ديال تبوريده العلولي. كتعرفوا هذا المهرجان كتشارك فيه عده صربات من عده مناطق من المغرب، كاين من تاونات، كاين من سيدي قاسم محمد العلولي، كاين منا واحد القصر الكبير
بالاضافه الى صربت كتنتمي للاقليم ديالنا والجهه ديالنا. كنا نشوفوا المهرجان واحد الله يسخر موسم جديد ان شاء الله السنه القادمه. هذا المهرجان ولا موسمي ولا عاده، كل عام كيتكرر. كنتوقف هذا العام ديال كورونا. بالنسبه للتنظيم السياحي شنو يمكن لك تقول لنا على التنظيم اللي قاموا به؟ ايوا التنظيم راه كيف كتشوفي راه محكم، والفضل كيرجع للسلطات المحليه بما فيها الدرك الملكي والقوات المساعده والمجموعه والمتطوعين. الله يسخر لا جبتي سير القاتل محمد. واحد واحد مليون في المئة، ماشي غير 100%. السنوات اللي فاتت كنا وصلنا في واحد المهرجان الى 87. يلاه مقدمين اللي ضربوا ضربه صربه. هذا العام حددنا الاعداد معروفه في 40 صربه، ولكن بقينا كان حتى وصلنا للعدد اللي قلت لكم قبيلات. شكرا سي يحيى، شكرا لك وتحيه لك وتحيه. انا كنشكركم شكرا جزيلا، كنشكركم شكرا جزيلا. حتى السكان الساكنة سي على التازي كتشكركم بزاف. ملعب جوج. شكرا شكرا. عز. هاني كنقدم حق. تبارك الله عليك، كنقدم الحسني بن عيسى جماعة سيد كامل. الله يسخر الله يجيب تيسير، نقدم حسني بن عيسى. السواسيين سيد كامل الله يسخر. الله يسخر. الملعب جوج. هادي كنقدم منصور شجار رونا تشكر جماعة سيدي عياش. الله يسخر الله يجيب تيسير، نقدم منصور. الطلقة كان عندك رائعة تبارك الله عليك. واحد واحد. الله يسخر. واحد واحد. فرجي بدون هذيك. الله يعطيك الصحة، الله يسهل عليكم وتبارك الله عليكم. المقدم تامي بغوج ولاد بن طعلة جماعة المنصور. الله يسخر الله يجيب تيسير، المقدم تامي بغوج. واحد واحد. عز عز تبارك الله عليك، الله يعطيك الصحة. المقدم هشام المهد. خيول قصاص وكل عاود يدعي لمولاه ببركته. الخيول كيذهب عا كله وقيمته. الخيل تعرف ركابها والعود سابق مولاه في فهامته. وركوب الخيل عنده شروط، الطهاره والطاعه، وبالفاتحه يبدا قرايته. ولباس ركوب الخيل هو البيض، والراس عليه عمانته، الجلابه والسلهب وكل شيء بيضه حتى بلغته. وملي تبغي تركب على العود قبليه من الحافر او من ركبته. قرا آية الكرسي وركب نية الجهاد وترجم الله رحمته. قالوا الشيوخ البارود بلا شياخة ناقص من قيمته. الله يعز البوار ديال الحيين والله يرحم اللي ماتوا. وتبارك الله عليكم. غيرها ما نمشيش وفي الجلسة نكون حكيم ونقول الكلمة الرنانة. أخي المسلم اقضي شغلك وما تحديش، واتقي الله في نفسك وعرف الموت معانا. وما تقي تيقت في الدنيا راها قصيرة، ودير الخير وتهلا في الاب والمهمة الحنانه. والله يحفظ الجميع من هذه الدنيا الفتانه. وتبارك الله عليكم.